دكتور عادي ولا هي ممكن يكون مكان هذا من افضل ثلاث اماكن في ليبيا اذا كان هو استمر بالشكل اللي هو حسب. فتحية ليك وتحية للشكر لكل من قام وساهم في الموضوع هذا. تحية لاولادنا وشبابنا و... عبد الجليل عبد الله مدير إدارة خدمات الصحية سبها. لقد قمنا اليوم بافتتاح مركز العزل داخل بلدية سبها بحضور كل من أعضاء المجلس البلدي والقطاعات الصحية داخل بلدية سبها. الحقيقة نتمنى جهود كل من قام في هذا في تجهيز هذا المقر العزل، خص بالذكر وزارة الصحة بالحكومة الليبية ولجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية بالحكومة الليبية ومركز سبها الطبي ومركز الأورام سبها والعيادة المجمعة القرض النموذجية ومركز السكر ومركز والمختبر المرجعي سبها ومصرف الدم وجميع من تعاون معنا في هذا في إعداد وتجهيز هذا المقر. والحقيقة نشكر السيد الدكتور علي السعيدي على إشرافه واستلامي مهام رئيس قسم العزل داخل بلدية سبها، ونحن طبعا سعداء بتجهيز مثل هذا المرفق في داخل البلدية ونتمنى من الله لا يدخل أحد. والحقيقة معناها يسع هذا المرفق إلى هذه العناية إلى 60 سرير للإيواء، هناك جزء خاص بإيواء النساء ولديه خصوصية خاصة وعشر أسرة عناية فائقة وباقي الأسرة لإيواء الرجال. الحقيقة نتمنى من الأخوة المواطنين التقيد بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي قدر المستطاع من أجل سلامتهم.